شكر خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لمنحي بطاقة السعادة. طبعاً السعادة هي دولة الإمارات اللي أنا دائماً سعيد بهذا البلد ودائماً فرحان بهذا البلد ومرتاح راحة نفسية. شكراً للي أقامة الذهبية المحونياها وبطاقة السعادة. أريد الله إن شاء الله يا ربي يحفظ هذا البلد ويطول بعمره. شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الله يطول بعمره. تحياتي لكم الفنان محمود تركي.